شيخ صالح، نبدا بتفسير الايات الكريمات في سوره الحج في قول الحق تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحقيقة أن سورة الحج كلها في تقرير التوحيد والتحذير من الشرك في المناسك وفي غيرها. وفي هاتين الآيتين الكريمتين يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الناس، هذا نداء لجميع الناس وجميع الأمم من عرب وعجم، من مخترعين ومهندسين وأطباء وغير ذلك من المهرة، تحداهم الله سبحانه وتعالى مقررا أنه هو المستحق للعبادة، لأنه هو القادر على الخلق وحده، وأن غيره لا يخلق شيئا، اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ففي هذه الآية الكريمة يتحدى الله جميع الناس بما فيهم من أصحاب المهارات والاختراعات، وبما فيهم من الأطباء المهرة، تحداهم في أن يخلقوا ذبابا. ضرب مثل استمعوا له، والقرآن فيه أمثال يضربها الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه الأمثال تقرب المعاني وتوضحها، وهي تضرب بشيء يشاهده الناس ويعرفونه. ضرب مثل، أي ضربه الله سبحانه وتعالى، فاستمعوا له، هذا فيه اهتمام بهذا المثل وتدبر لهذا المثل، فهو مثل عظيم. إن الذين تدعون من دون الله، جميع المعبودات من دون الله، يعني غير الله جل وعلا، المعبودات كلها غير الله، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مع أن الذباب هو أضعف شيء. الله خلق الكون كله، خلق الدنيا والآخرة، خلق الجبال والبحار والأنهار والأشجار والفجاج، وخلق الرمال، وخلق الأرض كلها، بل خلق السماوات والأرض، خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. فالخالق هو الذي يستحق العبادة، أما هذه المعبودات من دون الله
فلا تستحق العبادة. لماذا؟ لأنها لا تخلق شيئا، حتى أضعف المخلوقات وهو الذباب، لن يخلقوا ذبابا. هم قد يقدرون على تصوير الذباب بدقة، إذا نظرت إليه كأنه ذباب حقيقي، يقدرون على التصوير، لكن لا يقدرون على أن يوجدوا في هذه الصورة ما في الذباب الحي من الحياة ومن الطيران ومن الأمور التي تشاهد في هذا الذباب. لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع أطباء العالم ومهرة العالم وصناع العالم، تحدي من الله جل وعلا، ولو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا فلن يستطيعوا ذلك. إذن كيف يعبدون من دون الله عز وجل وهم عاجزون؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ثم بين سبحانه أنهم لن ينتصروا من هذا الذباب لو أنه أخذ وسلب شيئا منهم، أو هذه الأصنام التي يوضع عليها الطيب ويوضع عليها الأشياء اللافتة للأنظار، لو أن هذا الذباب أخذ مما على هذه الأصنام شيئا، هل تقدر هذه الأصنام أن تسترد هذا الشيء من الذباب؟ لا تقدر على ذلك أبدا. الله أكبر. إذن كيف تعبد وهي ضعيفة لا تقدر أن تتغلب على الذباب؟ كيف تعبد من دون الله القادر على كل شيء سبحانه وتعالى؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا، هذه نكرة، يعم أي شيء ولو قل أو كثر، لن يستطيعوا أن يستنقذوا ما سلبه منهم وأن يستردوا. فكل الأصنام التي يعبدونها لو اجتمعت على أن تنتصر من الذباب ما استطاعت، ولا تدفع عن نفسها، لا تدفع الذباب وتحمي ما عليها مما يأخذه الذباب. فكيف تعبد من دون الله وهي عاجزة لا تقدر على الانتصار على الذباب، لا تقدر على استرداد ما أخذه الذباب من اختصاصاتها؟ ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ثم قال: ضعف الطالب وهو الصنم، وضعف المطلوب وهو الذباب. فضعيف لا يستطيع أن ينتصر على ضعيف، ضعف الطالب والمطلوب. ثم بين أن من أشرك بالله في هذه الأصنام وهذه المعبودات أنه يجهل قدر الله جل وعلا الذي لا يعجزه شيء، القادر على كل شيء، الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. ما قدروا الله حق قدره، فالمشركون ما عظموا الله حق تعظيمه ولا عرفوا عظمته وجلاله وقدرته سبحانه، ولذلك أشركوا به وعبدوا معه غيره وسووا غيره به سبحانه وتعالى. فهم ما قدروا الله حق قدره الذي حملهم على الشرك وعلى عبادة هذه المخلوقات، أنهم ما عرفوا عظمة الله جل وعلا، ولا عرفوا قدرته، ولا عرفوا عزته سبحانه وتعالى، الذي يقول للشيء كن فيكون، يكون في الحال لا يتخلف، إذا أمر الله جل وعلا يقول له كن فيكون. أين الذباب من أين هذا الصنم؟ أين الصنم من أنه يأمر وينهى ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر؟ لكن قبل ذلك أين العقول؟
عقول هؤلاء المشركين أين ذهبت؟ ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي لا يغالب سبحانه وتعالى، له القوة المطلقة التي لا يغلبها شيء، لا يغلبها شيء، عزيز عزيز يعني ممتنع، لا أحد يصل إليه سبحانه وتعالى، لا أحد يتغلب عليه أبدا، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فكيف يسوى به غيره من مخلوقاته ومن عبيده ومن الأشياء التي لا تنفع نفسها فضلا عن أن تنفع غيرها، ولا تنصر نفسها فضلا عن أن تنصر غيرها. فهذا فيه عجب، هذه الآية، هاتان الآيتان العظيمتان فيهما تقرير التوحيد وفيهما نفي الشرك وإبطال الشرك لمن تدبر ذلك، أما من يمر عليها بدون تدبر فقد قال الله جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. نعم.